ده كمتوسط عام للمنطقة. أما في لما جينا بقى نشتغل، طبعا لازم تنزل ميداني عشان تبقى برضو واقف على أرض صلبة في تحليلاتك. لما جينا شفنا المنطقة، لا المنطقة فيها مباني واصلة لتلتاشر طابق، يعني في عمارات 13 دور، وفي مباني أقل هناك، أقل طوابق في دور. تخيل مثلا أنك بتبقى واقف في بيئة سكنية أو منطقة نسوج عمراني، إن في مبنى 13 دور وجنبه مبنى دور هو طابق واحد. تخيل ال13 دور دول عاملين إيه في المبنى الدور دوت. دي مشكلة جدا، يعني لا شمس هتخش المبنى الدور دوت، ولا هوا هيطوله، والسكان اللي فيه يعني ما فيش بيئة صحية أصلا، وده بسبب الارتفاع الفعلي اللي موجود في المنطقة. لأن الارتفاع القانوني اللي موجود في السجل المصري أو القانون المصري، إن الارتفاع أقصى ارتفاع قانوني يبقى 1.5 عرض الشارع. يعني لو أنت الشارع عندك 4 متر، يبقى المبنى بتاعك ما يتعداش 6.5 متر. 6.5 متر دول يعني هنقول مثلا تجاوزا 2.5، 3 أدوار، اللي هو المفروض يبقى 3 أدوار، ده 9 متر، بس احنا هنقول 6.5، 3 أدوار. انت تلاقي عندنا هنا بسم الله ما شاء الله الشارع 2 متر وعليه برج 20 دور، فده برضو حاجات لازم نحطها في الحسبان واحنا شغالين أثر نسيج عمراني أو شغالين في التخطيط العمراني، عشان اما نطلع النتائج والتوصيات بتاعتنا والريبورت اللي هنعمله في الآخر لازم يبقى الدنيا واضحة قدام. هل بقى المنطقة ديت مميزة للسكن ولا مش مميزة؟ البيئة السكنية فيها صحية ولا مش صحية؟ طبعا هو ما فيش عندنا في مصر بيئة سكنية صحية غير المدن الجديدة، والمدن الجديدة مع التقدم بتاعتها هتبقى غير صحية كمان، يعني عشان نبقى ايه واقفين على أرض صلبة وكويسة. بس في الآخر بنقول والله لأ، احنا ممكن بقى نعمل إعادة توطين، إعادة مش عارف إيه، نشيل مثلا الأدوار المخالفة، وده طبعا ما بيحصلش. طب نهيئ بيئة سكنية صحية، الحاجات بقى اللي الدراسة ممكن تبقى في الآخر موجودة. من ضمن الحاجات برضو اللي في الدراسة بتاعتنا اللي هي خصائص شبكة الشوارع، وهي خصائص شبكة الشارع عندنا معروفة، اللي هي خصائص الشكل بتاع الشارع، اللي هي المساحة والطول والمقطع العرضي، وشبكة الشوارع وكثافتها. يعني برضو عشان أدرس نسيج عمراني يبقى هدرس الشق التاني من النسيج العمراني، اللي هو شبكة الشوارع اللي موجودة عندي في المنطقة. برضو منطقة زي المنطقة اللي احنا واخدينها دي فيها شبكة شوارع أهي، دي شبكة شوارع، فأنا بدرسها شبكة الشوارع ديت، بشوف أعداد الشوارع في المنطقة أطولها. لو أنا فتحت الأتريبيوت بتاعتها مثلا هلاقي عندي اسم الشارع، الدايركشن اللي هو اتجاه الشارع، الريكوند اللي هي حالة الرصف، الستريت ويتس عرض الشارع، ده بيفرق معانا جدا في شغل التخطيط والنسيج العمراني، بيفرق معانا جدا جدا. كل ما عرض الشارع يبقى في اتساع ده بيفرق جدا، يعني عرض الشارع 10 متر ولا عرضه 2 متر ولا 3 متر، على الأقل دورة التهوية الطبيعية، الهواء اللي داخل الشارع بيبقى فيه اتساع وهو داخل، يخش بقى الهواء ودورة الرياح اللي موجودة عندنا، هي بتبقى دورة شماليات كلها، فبتخش وبتاخد حيز كبير من الشارع. ولا لما تخش شارع 2 متر، وللأسف ال2 متر دول بيبقى فيهم بقى مصاطب وسلالم وعوائق في الشارع، فتلاقي أصلا أنت داخل الشارع مش قادر تاخد نفسك وأنت ماشي. فده بيفرق في الشغل بتاعنا، إن أنا أبقى عارف الشارع عرضه قد إيه